يعد مشروع المستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية من المشاريع التنموية الرائدة، ويتكون المبنى من 4 أجزاء: المبنى الرئيسي للمستشفى ومباني العيادات الخارجية ومواقف السيارات والخدمات المركزية، كما يتضمن المشروع على جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة. مشروع مستشفى الولادة الجديد يعكس نموذجا معماريا فنيا رائعا لصرح طبي هام يضم كافة مرافق التشخيص والعلاج لحالات أمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى وحدة طبية متطورة لرعاية حالات الأطفال الخدج حديثي الولادة. الارتقاء بجودة الحياة والرعاية الصحية هدف من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في الكويت، ويأتي تطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة على رأس أولويات الحكومة من خلال حجم المشاريع الضخمة التي اطلعت بها وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إنشاء وإنجاز عدد من المستشفيات الجديدة. مشروع إنجاز مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية أحد المشاريع الصحية الضخمة مخصص لرعاية الأمومة والتوليد والطفولة، سيشكل فور إنجاز صرحا طبيا متخصصا ومتكاملا بكل مرافقه. يقع مشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي، وتبلغ مساحة المشروع 61,000 متر مربع. يتكون المشروع من عدة مباني. عندنا المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من سرداب أرضي بوديوم 6 أدوار، يتفرع منها 3 أبراج A و B و C. الارتفاعات الكلية للأبراج 13 دور 15 دور و17 دور. أيضا عندنا مبنى العيادات الخارجية يتكون من سردابين لمواقف السيارات، يتسع 532 موقف سيارة. مشروع مستشفى الولادة الجديد يعكس نموذجا معماريا فنيا رائعا لصرح طبي هام يضم كافة مرافق التشخيص والعلاج لحالات أمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى وحدة طبية متطورة لرعاية حالات الأطفال الخدج حديثي الولادة. يحتوي مستشفى الولادة الجديد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة وعلى أحدث الأجهزة الطبية اللي راح يتم استخدامها لتوفير راحة للمريضة وراحة لأطفال الخدج. وزارة الأشغال العامة حرصت على تطوير تصميم المشروع وفقا لأحدث المفاهيم المعمارية الحديثة، بحيث يلبي جميع المتطلبات البيئية والتقنية، حيث تحتوي على مساحات خضراء تماشيا مع التنمية المستدامة والتهوية الطبيعية، كما تم استخدام أحدث تقنيات المباني الذكية لخفض استهلاك الطاقة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.